كشك الصحافة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى عناوينها اليوم. موقع بوست، أهالي 100 قرية في الضالع مهددون بالنزوح إلى عدن. تقرير لعدن الغد حول السجين الذي أصبح قائدا للميليشيات في صنعاء. الشرق الأوسط، تحركات في الكونغرس لفرض عقوبات على إيران بسبب حرب اليمن. عنوان آخر من هاف بوست، مسلمون مسيحيون فلسطينيون يتحدون ضد قرار ترامب. لم يعد هنا متسع للسكن ولا مفر من النزوح الإجباري نحو مدرية الضالع ومفارقة الديار التي باتت تشكل قطعة من أجسامنا. بهذه الكلمات رد المواطن محمد الجحافي على تساؤل مراسل موقع بوست عن الوضع في مدرية جحاف. لم يكن محمد وحده من غادر مسقط الرأس في مدرية جحاف شمال الضالع، فأكثر من 30,000 من الأهالي هم تعداد سكان المدرية باتوا مهددين بالنزوح الإجباري. النزوح هذه المرة سببه مختلف عما تشهده البلاد، فوفقا للموقع يعود السبب إلى نضوب المياه، اشتداد موجة الجفاف التي تعاني منها مدرية جحاف. فضل محسن ناجي الأمين العام للمجلس الأهلي في محافظة الضالع قال الموقع بوست إن معاناة مدرية جحاف من شحة مياه الشرب ليست وليدة اليوم بل منذ سنوات، تحديدا منذ مطلع الثمانينيات. ويؤكد الجفاف أدى إلى نزوح الأسر المقتدرة من مدرية جحاف إلى الضالع إلى عدن، فيما بقيت الأسر غير المقتدرة تعاني من مشقة جلب المياه من مسافات بعيدة ومن الحصول على كمية ماء أقل من 20 لترا في اليوم لكل أسرة. العديد من العناوين أيضا وردت في الصحيفة، في صحيفة أخبار اليوم ومن الصفحة الأولى بالذات، منها مساع حوثية لتدجين المؤتمر الشعبي العام واعتباره غنيمة معركة خسرها زعيمه. عنوان من تعز، الجيش يطوق جبل حيد الحمام ويحرر تبة الخزان ومواجهات عنيفة في محيط الدفاع. عنوان آخر، التحالف يصاعد من غاراته على صنعاء ويدمر شحنة سلاح نهبتها الميليشيا من معسكر ريمة حميد. وعن معارك الاقتراب من الحديدة، تصاعد المعارك في محيط التحيتة وحيس والميليشيا تنقل عشرات الجرحى إلى العاصمة صنعاء. عنوان آخر، الرئيس هادي يشارك في أعمال القمة الإسلامية في اسطنبول. في الحفل السنوي لوزارة الخارجية البريطانية في لندن تحدث كثير من الدبلوماسيين عن اليمن بعد صالح، منهم من عرفه عن قرب حيث عملوا كسفراء أو أعضاء في بعثات لدول مختلفة في اليمن، وقد سرد سفير اليمن لدى المملكة المتحدة ياسين سعيد نعمان جزءا من تلك الأحاديث. وقال ياسين، كان ردي دائما أن صالح اختار نهايته على النحو الذي تم ولم يجبره أحد عليها. الذين اختلفوا معه سياسيا اختاروا له نهاية مختلفة، ولكنه فضل اختياراً آخر ربما بحسابات لم يضبطها جيداً. أما اليمن فلا يتقرر مصيره برحيل أي شخص مهما كانت مكانته. صالح أصبح في ذمة التاريخ، سيتصادم موقف من انتفعوا بنظامه مع المقموعين من نظامه. وهناك وسط واسع يتحرك في هذه المساحة ما بين المنتفعين والمقموعين، ومع ذلك هذا ليس وقت الصدام، فالمستقبل لا يتقرر من خلال استقطابات الماضي. وإن بدا أن البعض لا يزال يمارس الانتقائية في تقرير مصير هذا المستقبل باختيارات لا تنم سوى عن قناعات عجائبية ترهن كل عملية التغيير بالكولسة الذرائعية التي لا تخلو من منفعة، المؤتمر لابد أن يتحرر من هذه الذرائعية التي حكمت مساراته وأضعفت ديناميته الداخلية وأبقته رهين القرار الذي يصوغه المتنفذون. كان أعمق تعليق سمعته من أحد الدبلوماسيين الذي أمضى في اليمن سنوات
قال: صالح كان يتمتع بإحساس الشخص القادم من قاع المجتمع، لكنه ليس إحساس الساخط على وضعه الاجتماعي، ولكنه إحساس الخجلان من هذا الانتماء، ولذلك عاش حالة من التناقض بين الشعور بانتمائه إلى قاع المجتمع من ناحية، ومحاولته استخدام أدوات القوى التي تقف على النقيض من هذا القاع الذي ينتمي إليه. لذلك كانت فرصة ضئيلة جدا في استبدال مكونه الاجتماعي الحقيقي بالرغم من استخدامه لكل نفوذ السلطة، فقد ظل في نظرهم عفاش القادم من قاع المجتمع. وعندما قتل كان هذا الشعور حاضرا بقوة عند القوة التي اتخذت قرار قتله بالرغم من كونه رئيسا لليمن أكثر من 3 عقود. كان الحديث في معظمه معبرا عن اهتمام كبير بما يجري في اليمن، ومن خلال الحديث شعرت أن اليمن كبير بتاريخه رغم كل محاولات تصغيره بحاضر فشل في أن يكون حاملا أمينا لهذا التاريخ. آخر مجريات المعارك كما جاء في موقع تابع للجيش الوطني عنوان موقع سبتمبر نت فيما يتعلق بالتقدم نحو معقل ميليشيا الحوثي. قيادة الجيش الوطني تعزز محور صعدة بلواءين عسكريين. قال الموقع إن قيادة الجيش الوطني دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور صعدة شمالي البلاد للمشاركة في العمليات القتالية وتحرير ما تبقى من المحافظة. وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة على وصول لواءين عسكريين بكامل عتادهما إلى المحور، وشدد الأثلة على مواجهة العصابات الحوثية حتى يتم الوصول إلى عقر دار الحوثي في صعدة ومن أجل تحرير كامل التراب الوطني. وأوضح أيضا أن التعزيزات الجديدة هي ضمن قوات المنطقة العسكرية 6 للمشاركة في العمليات القتالية واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة. إلى موقع مصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية قائلا بخصوص موجة الهروب من ميليشيا الحوثي إلى المناطق المحررة، وقال: وصول نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين إلى اللحج بعد مغادرته صنعاء. وقال الموقع: نائب رئيس المجلس السياسي المشكل مناصفة بين الحوثيين وبين حزب صالح قاسم الكسادي وصل الثلاثاء إلى محافظة لحج جنوب اليمن بعد مغادرته العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية لمصدر أونلاين أن الكسادي وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ترأسه صالح حتى مقتله على يد الحوثيين وصل إلى مسقط رأسه في منطقة شيوحة في مديرية يافع. وذكر بأن الكسادي قد وصل إلى مديرية الزاهر في البيضاء ثم انتقل إلى شيوحة الخاضعة لسيطرة قوات الحزام الأمني. تتابع الصحيفة: الكسادي تم تعيينه نائبا لرئيس المجلس الأعلى السياسي للحوثيين صالح الصماد في نوفمبر الماضي بدلا عن قاسم لابوزة. بعنوان المؤتمريون وضبط البوصلة كتب عبد الرحمن قاسم مقالا اعتبر فيه أن الأصوب لقيادات مؤتمر الشرعية ونشطائه أن يقدموا أنفسهم كطوق نجاة لمن بقي من جناح صالح في المؤتمر، سواء من كان منهم بالداخل أو الذين بالخارج، لكن ذلك لم يحدث للأسف، أضاف الكاتب في أجزاء من المقالة المنشورة في موقع المستقبل أونلاين. منذ اليوم الأول لاندلاع الاشتباكات بين حلفاء الانقلاب انبر الكثير من مؤتمري الشرعية داعمين صالح ومساندين، بل وانزلق بعضهم إلى خطأ الإقرار بقيادة صالح لحزب المؤتمر واعتباره القائد المخلص من الحوثيين وسطوتهم. وظهر منهم من اعتبر لحظة الانقسام بين صالح والحوثيين بالفرصة لعودة القائد الهمام الذي سيكون على يده الخلاص، معللين ذلك بأن ما ينقص اليمنيين هو القائد صالح، وما إن أعلن مقتله حتى هو الكثير في مناحة التمجيد له والتهليل لنجله أحمد، بل والتسابق إليه لمبايعته كوريث شرعي يمتلك القدرة على القيام بدور أبيه. هكذا ظهر أغلب عناصر هادي وجلسائه من مؤتمري الشرعية في الرياض. نسوا هادي ونسوا شرعيته، وفات عليهم أنه المسؤول الأول على المؤتمر ولم يعد له من ذاكر يذكره إلى يومنا هذا. ومثل ما عليهم فإن لهم أنهم لم يقعوا بهذا الخطأ والانكشاف، بعيدا عن هادي أو بدونه، فقد خرج هادي بنفسه منساقا لنفس الهفوة ودفع به إلى موضع منح صالح صك الغفران وشهادة الوطنية
وتقديمه كبطل جمهوري لا ذنب له فيما وصلت إليه البلاد، وتناسى أنه كان أحد أقطاب الانقلاب بل ومدبره الأساسي. عن قصة أحد قادة ميليشيا الحوثي والذي برز دوره مؤخرا كقاتل محترف في شوارع صنعاء، يعنون موقع عدن الغد في تقرير خاص: من سجين فار إلى قائد ميليشيات الحوثي. قال الموقع: فيما يبدو مكافأة له على دوره في قتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح، أضافت ميليشيات الحوثي مؤخرا إلى قائدها العسكري الميداني أبو علي الحاكم منصب قائد قوات الحرس الجمهوري بجانب رئاسة الاستخبارات العسكرية. يضيف الموقع: قوات الحرس الجمهوري تم حلها عام 2012 وظلت تدين بالولاء للرئيس صالح ونجله أحمد الذي كان يقودها. وقال عدن الغد إن أبو علي الحاكم أطل بشكل مفاجئ حاملا رتبة لواء ويتقلد مناصب عسكرية دون أي مؤهلات، فقد كان معتقلا في سجن البحث الجنائي في صنعاء عام 2004، ثم فر في وقت لاحق متنكرا إثر زيارة عائلية له، واتهم آنذاك عدد من حراسات السجن بالتواطؤ في عملية تهريبه. وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه لم يتلقى تعليما من أي نوع ولم يلتحق بالمؤسسة العسكرية وظل مغمورا ولم يعرف عنه أحد حتى قيادته الحرب في منطقة دماج في صعدة أواخر 2011 انتهت بتوقيع اتفاق هدنة ووقع هو نيابة عن الحوثيين. وتحدثت صحف عربية عن مجريات الأحداث في اليمن وقد اختلفت في طريقة تفسيرها لهذه الأحداث، نستعرضها بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. تابعت شبكة البي بي سي موضوع إجلاء البعثة الدبلوماسية الروسية من صنعاء وموضوع نقلها إلى الرياض، وقالت الشبكة: روسيا علقت وجودها الدبلوماسية في اليمن، غادر جميع أعضاء بعثتها البلاد بسبب الوضع في العاصمة صنعاء. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفا: السفير الروسي في اليمن وبعض أعضاء البعثة الدبلوماسية سيعملون مؤقتا من العاصمة السعودية الرياض. تضيف البي بي سي: أجلت طائرة روسية أعضاء السفارة وبعض المواطنين الروس من صنعاء في وقت سابق الثلاثاء. وقال مصدر مسؤول في التحالف إن التحالف تسلم طلبا للسماح بالطائرة الروسية بإجلاء أعضاء البعثة، وأن الطائرة غادرت مطار صنعاء بالفعل. قالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها من واشنطن إن هناك تحركات في الكونغرس لفرض عقوبات على إيران بسبب حربها في اليمن. وقال التقرير الذي أعده معاذ العمري من عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية: يسعى مجلس النواب الأمريكي إلى فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في اليمن. وقدم كل من إيليا ليتينين النائبة الجمهورية من ولاية فلوريدا وتيد بو النائب الجمهوري من تكساس وهما من كبار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروع قانون لمعاقبة إيران، مستندين في ذلك إلى دعم إيران المتمردين الحوثيين في اليمن وتورط إيران في الحرب الدائرة في اليمن عن طريق قوات الحرس الثوري التي تنقل الأسلحة والمعدات إلى الميليشيات الحوثية. ونقلت صحيفة أمريكية عن تيد بو قوله:
يجب أن يتحمل الإيرانيون المسؤولية عن الفوضى والحرب التي سببوها في اليمن، وسيوجه هذا القانون رسالة واضحة إلى طهران لوقف نشاطاتها أو دفع الثمن. فقد اقتحم الحوثيون العاصمة اليمنية في عام 2015 ودفعوا بالحكومة المعترف بها دولياً خارجها. ولم تتمكن القوات العسكرية المدعومة من السعودية من إزالة الحوثيين في حملتها لدعم الحكومة اليمنية، وأشار إلى أن الحوثيين منعوا الجهات الإغاثية من تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية في اليمن. الصحفي الأردني أمجد ناصر كتب عن بلاد ينتظر الاغتيال رؤساءها دائما، قال في جزء من المقالة المنشورة في العربي الجديد: لا موت طبيعيا لرؤساء اليمن، الموت اغتيالا يترصدهم في مكان ما. قد يكون عبد الكريم العرشي الذي تنازل لعلي عبد الله صالح عن الرئاسة هو الرئيس الوحيد الذي لم يقتل غيلة في يمن ما بعد الثورة على الإمامة. هناك في الجنوب رئيسان نجيا من الاغتيال هما علي ناصر محمد وعلي سالم البيض، على الرغم من ضلوعهما في أكثر من عملية انقضاض على رئاسة جنوبية قائمة، وعلى الرغم من اغتيال رفاقهما الكبار في مجزرة اللجنة المركزية. الموت يترصد كل رأس يعلو في اليمن، هذه البلاد ذات الجبال الوعرة العالية لم تعرف استقرارا سياسيا طويلا إلا في عهد علي عبد الله صالح، لكنه ظل دائماً استقراراً قلقاً قائماً على الترضيات وإخماد البؤر التي من شأنها الانقضاض على القصر الجمهوري بالدهاء والحيلة وشراء الذمم والتلاعب بالخصوم. صمد عفاش إلى أن حان قطف رأسه على يد حلفائه الحوثيين. يعجب قارئ تاريخ اليمن بشقيه ممن يريد أن يكون رئيساً، فأن تكون رئيساً في اليمن يعني أن تكون قتيلاً مؤجلاً. لا مهرب من هذا المصير حتى لثعلب مثل عفاش راوغ الموت وراوغه الموت في لعبة شد حبل خطيرة. تأرجح الحاوي على هذا الحبل طويلا، وصل إليه الموت مرارا لكنه تملص من فخه. احترق تقريبا بالكامل ونجا من الحريق، ظن أنه قادر على ملاعبة الموت وليس الأفاعي فقط والانتصار عليه. في الأقل عندما يأتي خطر الموت من المناطق التي سبرها بشاشة مسحة الحذرة سنين عديدة. رؤساء اليمن يموتون على يد الجيش، على أيدي الطامعين في سلطة محفوفة بالموت من كل جانب. نشرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبت جينيفر رانكن تتحدث فيه عن احتمال إلغاء الاتحاد الأوروبي لقرار فرض حصص من اللاجئين على الدول الأعضاء بسبب عدم استجابة عدد من الدول لتعليمات الاتحاد. وتذكر رانكن في مستهل تقريرها: المجر وبولندا لم يستقبلا أي لاجئ. تقول إن الاتحاد الأوروبي قد يسقط قراره بفرض حصص اللاجئين على الدول الأعضاء بعدما رفضت المجر وبولندا الامتثال للتعليمات التي كانت تهدف إلى استقبال 120 ألف لاجئ أغلبهم سوريون، وقد أحيلت هذه الدول إلى محكمة العدل الأوروبية لمخالفتها قوانين الاتحاد. في عام 2016 اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول التي ترفض استقبال اللاجئين دفع مساهمة مالية قدرها 220 ألف دولار عن كل لاجئ، ولكن الفكرة بقيت تراوح مكانها لشهور دون تنفيذ. في موقع أخبار هاف بوست عربي: نحن شيء واحد، مسلمون، مسيحيون، فلسطينيون يتحدون ضد قرار ترامب، قال الموقع. بعد أقل من ساعة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، احتج الفلسطينيون بإطفاء أضواء شجرة عيد الميلاد خارج كنيسة المهد في بيت لحم. كان ذلك تذكيرا في الوقت المناسب، بينما ركزت عناوين أخرى من الأخبار على دعوات إسلامية لانتفاضة جديدة. وأشار ترامب إلى صلات تاريخية يهودية. أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي مشاعر عميقة بين الطائفة المسيحية الفلسطينية الصغيرة بعدما فرغ من قداس الأحد في كنيسة بالقدس. قال فريدريك هازو 59 عاما: إن ترامب يجر العالم بأسره إلى المتاعب، داعيا الرئيس الأمريكي إلى التراجع عن قراره. أضاف
الموسيقي الفلسطيني وهو يقف في شارع ضيق في قلب البلدة القديمة بالقدس تحيط به محال تجارية. نحن متحدون، مسيحيون، مسلمون، نحن شيء واحد. أهم الأحداث في القارة السمراء كما وثقتها عدسات مصور البي بي سي، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. هذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام كشك الصحافة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، وحتى أراكم أترككم مع الكاريكاتير.